أقيمت يوم أمس العديد من المباريات ضمن إطار منافسات دوري إقليم الجزيرة لفئة الأشبال، حيث تغلب نادي أشتي على نادي التحرير بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أوركيش بمدينة عامودة. وفي الميلان فاز أشبال براتي على أشبال تلكوتشر بثلاثة أهداف دون مقابل. وفي قامشلي تعادل عمال الجزيرة مع دجلة بهدفين لهدفين، فيما فاز نادي الدفاع الذاتي على نادي الحسكة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية ملعب الصالحية بمدينة الحسكة.